بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة فيديو جديد، والنهاردة هنتكلم عن أداة قوية جدا وهي أداة جين رانك. أداة جين رانك احنا شرحناها قبل كده في القناة، والنهاردة هنشرحها بطريقة تفصيلية أكتر. أداة جين رانك هي من أقوى الأدوات في السيو لمنشئ المحتوى. هي بتساعدك أن أنت تحسن المحتوى بتاعك في محركات البحث، وطبقا طبعا لقواعد الـ SEO. طبعا الأداة ديت أداة قوية جدا. أداة ديت على فكرة أداة عربية وموقع عربي لمبرمج عربي، ودي حاجة مميزة، أنا شايفها حاجة مميزة جدا. طبعا الأداة ديت طبعا بتساعدك، مش بتنشئ لك المحتوى زي مثلا أدوات الذكاء الاصطناعي اللي هي شات جي بي تي وغيرها ان هي تكتب لك مقال. لا لا، هي بتساعدك انت بتكتب، انت كإنسان كبشري بتكتب المحتوى بتاعك، وهي بتساعدك ان انت تضبط المحتوى دوت بنظرة الـ SEO وطبقا لما يرى محركات البحث من جوجل وغيرها. وطبعا أداة قوية جدا. احنا هنشرح النهاردة الأداة بمجملها، وطبعا أداة جين رانك كل يوم في تحديث وكل يوم في تطور، ففي طبعا في إصدار خامس قريب جدا جدا، هو خلاص يعتبر يعني على التشغيل، في ناس جربته بالفعل، ولكن احنا هنشرح المجمل بتاع الأداة والتحديثات بعد ما تنزل عند كل الناس، هنبتدي نشرحها ونعرف كل تفاصيلها. ولكن احنا دلوقتي هنشرح أداة جين رانك في المجمل. وطبعا انا من مكاني هذا بشكر طبعا إدارة جين رانك، لأنها إدارة متميزة وبتحدث دايما الأدوات، أدوات جين رانك، وكل الأسئلة اللي بتطرح عن أداة جين رانك وعن السيو وعن المحتوى وكل ما يفيد منشئ المحتوى بتقدمه. فأنا بشكر إدارة جين رانك وعلى رأسهم أستاذ هاشم، إدارة محترمة جدا، ناس محترمة جدا، وقاعدة ليل نهار بتساعد في الجزئية ديت. شكرا لكم. وطبعا عشان ما نطولش في الشرح هندخل على الشرح على طول، ولكن قبل ما ندخل على الشرح ما تنساش تشترك في القناة وفعل زر الجرس ودوس لايك لو عجبك الفيديو، في لسه كتير ما قدمناهوش. يلا بينا، يلا بينا على الشرح. اهلا بيكم مره تانية في الشرح. طبعا ده موقع أداة جين رانك. طبعا أداة جين رانك أداة متميزة جدا، وده هنشوفه في الشرح. دي الواجهة بتاعة موقع أداة جين رانك. انا هسيب لك رابط الاشتراك او رابط الموقع في اسفل الفيديو للاشتراك في الأداة. عندك ممكن تشترك في خطة مجانية مبدئيا وتجرب الأداة وتشوف الشرح وتطبقه، وطبعا هي هتعجبك بإذن الله، وهتشوف بقى بعد كده خطة الأسعار وتبتدي تشترك في اي منها. طبعا انا عاوز اقول لكم ان في خطة اسعار لمدى الحياة. في يعني انا فاكر اخر حاجة اول امبارح تقريبا، او امبارح قبل التصوير، كان في اخر 8 حسابات. طبعا دي خطط اسعار مدى الحياه، وديت حاجه متميزه جدا. وعلى فكره دي بالاسعار القديمه، فاضل يعني حسابات قليله قوي قوي في الباقات ديت، وخلاص قربت تنتهي. فلو انت عاوز طبعا خش عن طريق الرابط زيولك في وصف الفيديو، واتواصل مع صفحه مجتمع جين رانك في الفيسبوك، اتواصل معاهم وقول لهم اني انا عرفت العرض دوت من قناه تتعلم تقنيه واستفاد بالعرض دوت. هيفيدوك على طول، تواصل معهم، واذا كان استاذ هاشم او استاذ محمد هاشم هيساعدوك على طول في الاشتراك في العرض. طيب هنرجع لشرحنا النهارده. طبعا ده الواجهه من جوه، شكل الواجهه من جوه. عندك بعد كده في هنا تقدر تعمل انستول للاداه. طبعا دي اضافه جين رانك في متصفح كروم وايدج واوبرا. انت مجرد انت فاتح في متصفح كروم هنا مثلا، فهتدوس على انستول اكستنشن ناو، هيدخلك على رابط المتجر كروم الالكتروني، وهتقدر تضيف منه الاداة اللي هي كيورد جين رانك سيو. وطبعا انا ضايفه بالفعل، فانت مجرد بس هنا بتضيفه، وبعد كده بتعلم على علامة الدبوس دوت عشان يتثبت في اعلى الاضافات في صفحة كروم، وتبتدي تستخدم الاداة. طبعا فايرفوكس ايا كان طبعا هو مش متوفر الا غير في متصفح كروم وايدج واوبرا وويل وبريف، فانت لو بتستخدم اي متصفح من الخمسة دول فتقدر تستخدمه بكل بساطة. طيب احنا هندخل على الشرح على طول. هو بيقول لك التولز الموجودة في جين رانك، عندك نوعين من التولز. التولز المهمة جدا اللي هي الجين رانك سيو تولز، وطبعا في تولز تانية مستحدثة اللي هي سمول سيو تولز، ودي هنعمل لها شرح لوحده الجزء دوت اللي سمول سيو تولز، ولكن احنا هنتكلم عن الجين رانك سيو تولز. عندك 8 ادوات داخل الجين رانك سيو تولز. عندك الكونتنت تولز والايديا تولز. طيب هندخل على الاكونت بتاعنا، انا عامل اكونت طبعا، فهدخل من الاكونتس كده
هعمل ايام نوتا روبوت، وبعد كده هدوس على ساين ان وهيدخلني على الحساب بتاعي، وبيعمل يعني ريدايركشن او تحويل للحساب بتاعك بعد 5 ثواني تقريبا من الدخول. طبعا هو في عوامل امان كبيره جدا في جين رانك لحسابك، بيحفظ لك حسابك من السرقه وغيره. فانت عندك هتلاقي الواجهه بتاعه الحساب من الداخل بالشكل ده، هتلاقي من الاعلى هنا الهيستوري لاستخداماتك ودخولك للحساب واستخداماتك في الكونتنت اللي انت بتعمله. عندك السبورت دوت، لو انت ليك تذكره مثلا في السبورت او الدعم علشان تسال على حاجه او بتستفسر عن حاجه، عندك السيتنج ديت وتقدر تضبط منها الرقم السري وتضبط منها يعني مثلا تضيف منها كتاب بيساعدوك في الاداء في كتابه المحتوى عن طريق الاداء، وممكن تضيف حساب فرعي داخل السيتنج. عندك الافليت، ده نظام الافليت لو انت مهتم بان انت تروج للاداء ومهتم بيها وشايف ان هي اداء متميزه، وهي متميزه فعلا، هتبتدي تخش على الافليت لو انت حابب وتبتدي تسوق ليها. عندك الساين او الدوت لو انت عاوز تخرج من الاداء. طيب هتلاقي العلامه الصفراء دي بالجنب ديت بتجيب لك كل حاجه عن حسابك والصلاحيات الخاصه بيك. عندك اليوزرز اكسس، مثلا هنا يوزر واحد يعني دوت ليه الليمت بتاعه واحد في اليوزر دوت، كيورد مثلا انلايزر بيستخدم كذا، الليمت بتاعك في الخطه اللي انت مشترك فيها الارتكل كذا والانلايز كذا والبيج انلايزر كذا والكلام ده كله، كل حاجه تقدر تستخدمها لان كل خطه ليها صلاحيات استخدام معينه. طيب هتلاقي بالشكل دوت عندك عاوز تستخدم السيم الدارك دوت اللي هو الاسود اللي هو دوت ليلي، ولا اللي هو الساطع اللي هو الابيض، انت حسب راحت استخدامك او راحت عينيك في الاستخدام تقدر تستخدم براحتك. انا بحب مثلا الدارك افضل. هنيجي بعد كده هنلاقي الواجهه ديت، عندك الكونتنت تولز والايديا تولز وديت اللي هنشرحها النهارده. عندك في حاجات طبعا احنا في بصدد الاصدار الخامس جين رانك في تطوير دايما ليها، في اصدار خامس حاليا هو نزل خلاص في جين رانك، هو ناقص بس على التشغيل الاخير، ولكن هو لسه في ناس استخدمته لسه للتجربه، وفي لسه ناس وفي لسه ما استخدمش استخدام نهائي او نزل للكفه يعني. ولما ينزل التحديثات ديت هنشرحه التحديثات ديت في فيديو منفصل، ولكن احنا هنشرح في المجمل اداه جين رانك الاداه العبقريه ديت. فهنبتدي مثلا بالايدياز تولز، وديت احنا بنستخدمها علشان انا دخلت عليها اهو، ان انا بدخل عليها اهو وببتدي استخدمها في انشاء خطه محتوى علشان انشئ خطه محتوى جيده للمحتوى بتاعي عن طريق الادوات اللي داخل الايدياز تول. هنلاقي في الايدياز تولز اول حاجه الكيورد جينيريتور، بعد كده الكويستشنز ماب، وعندك بعد كده الميكرو نيتش فندر، وعندك بعد كده التودايز فريش كيوردز. عندك اول حاجه الكيورد جينيريت، طبعا انا عاوز اعمل خطه محتوى ليا، ما ينفعش تشتغل من غير خطه محتوى، فانت هتخش على الكيورد جينيريتور وتبتدي تستخدم الاداه ديت في ان انت تعرف اقتراحات للمحتوى بتاعك وافكار تاخدها كتير جدا للمحتوى اللي انت عاوز تنشئه. وليكن هنا بتدخل الكلمه اللي انت عاوز تبحث عنها، دايما تبحث هنا عن الكلمة اللي انت عاوز منها افكار، وحاول من انت ما تكتبش اكتر مثلا من 3 كلمات، يعني ما تجيبش كلمة من 3 كلمات او اكتر، لا حاول تقلل. ليه؟ علشان ما تقيدش الاداة في ان هي تديك افكار قليلة. انت كل ما بتكتر كلمات فانت بتحدد لها تحديد الافكار ايه، لا انت اكتب لها كلمة يعني عامة اكتر علشان تديك افكار اكتر وتبتدي تبدع ليك في افكار تقدر تستخدمها في المحتوى بتاعك. بنكتب الكلمة هنا، وهنا بنختار هل هنستخدم الكلمة ديت والافكار ديت في جوجل، ولا عاوزينها في اليوتيوب، ولا عاوزينها في بينج محرك بينج، ولا عاوزينها مثلا في امازون ولا اي بي. طبعا الناس بتوع الافليت امازون واي بي طبعا يقدروا يستخدموا ويستخرجوا كلمات من هنا. عندك بعد كده بتختار اللغة اللي انت مستهدفها في الحاجة ديت، وبعد كده تعمل البحث. عندك طبعا لو انت احنا شغالين بالعربي مثلا فهندوس على الار تي ال طول ما احنا شغالين بالعربي. انا مثلا هبحث عن كلمة كلمة عامة مثلا، وليكن هنبحث مثلا عن كلمة مدونات بلوجر او مدونة، هنكتب كده مدونة بلوجر، مدونة بلوجر. بص جايب لك اقتراحات، هو دلوقتي بيجيب لك زي اقتراحات جوجل بالظبط لايف، يعني انت لو دخلت على صفحة جوجل وكتبت مدونة بلوجر هتلاقي اقتراحات من تحت نفس الاقتراحات دي، ممكن هو جايب لك الاكتر كمان، جايب لك الاقتراحات ديت، وطبعا غير اللي انت لما تيجي تبحث هيديهولك. فاحنا كتبنا مثلا هنا مدونة بلوجر بالطريقة ديت. طبعا انا لو عاوز مثلا كلمات للفيديو بتاعي في اليوتيوب او لحاجة معينة في اليوتيوب، اذا كان قناة كلمات مفتاحية مثلا ولا غيره، ببتدي ادوس على
اليوتيوب وابتدي اكتب الكلمه اللي انا بستهدفها وابتدي اعمل جنريت. طيب انا دلوقتي بستهدف جوجل، فهدوس كده على مدرب بلوجر وهاخد افكار من هنا، هدوس بقى كده من هنا. طبعا الاقتراحات دي جميله قوي، انا ممكن اختار منها مثلا، يعني مثلا هنا مدونه بلوجر جاهزه، مدونه بلوجر والربح منها، يعني حاجات كتير. اول واحده وتاني واحده دي حاجات جميله، مدونه بلوجر للبيع، مدونه بلوجر كذا، تسجيل مدونه بلوجر جاهزه ومفعله مش عارف ايه، كل الكلام ده. طيب اختار مثلا، وليكن اختار مثلا مدونه بلوجر والربح منها، مستر كده لا خليها افضل مدونه بلوجر بس، وهنعمل بحث كده، هنعمل بحث كده. بص جاب لك افكار، عمال يجيب لك افكار اهو، عمال يجيب لك افكار. بص 48 في الكلمه، خلي بالك ان انت عندك اهو كلمه 1 ووردز وفي 2 ووردز، يعني افكار او كلمات من كلمتين وفي من 3 كلمات وفي من 4 كلمات وفي من 5 كلمات، كل دي افكار جميله، والست كلمات. طبعا عندك افكار كتير جدا بيديها لك، طبعا دي اول ووردز، كل الكلمات اللي هو اديها لك بقى، اذا كان اللي من كلمه واحده ولا من كلمتين ولا من 3 ومن 4 5 او 6، كل الكلمات هنا. عندك الفريكوانسي كمان، جايب لك كمان الفريكوانسي بتاعها والفوليوم والسي بي سي. طبعا انت كل الكلمات دي طبعا بتستخدمها في المحتوى بتاعك وبتدرجها، ممكن تنشئ الافكار كل فكره لوحدها تعمل لها محتوى خاص بيها، وممكن تدخلها في وسط المحتوى بتاعك. طبعا افضل الكلمات من اعلى وانت نازل لاسفل، هتلاقي حتى الفريكوانسي بتاعها هنا 26 و63 25 هنا 24 و10 1 من 10 عندك 23 كذا، وانت نازل بتقل النسبه بتقل، فالافضليه طبعا في الاول الاوائل، وحاول تدخل الكلمات دي داخل محتوى بتاعك هتبقى افضل. عاوز تاخد الكلمات دي كوبي بقى، عندك اهو من هنا بتاخد بقى، تاخدها كلها في اكسل شيت اكسل ولا ملف سي اس في ولا تعمل لها كوبي. طبعا عشان تحمل باكسل ولا ملف سي اس في طبعا هياخد وقت، ولكن كوبي سريعه جدا، انت خدت كوبي تحطها في ملف تكست مثلا وليكن مثلا كده اهو، تاخد ملف تكست كده وتعمل نسخ، تعمل لاسك هنا هيجيبها لك في ملف التكست هنا، وتكون كده اخدت المعلومات اللي هنا الجميله من كيورد جنريتور. طيب ده بالنسبه لاول اداه في الايدياز تولز اللي انت بتعمل بيها خطه محتوى، بتاخد الافكار دي وتنشئ بيها محتوى. عندك الكويستشنز ماب، دي مهمه جدا جدا، وهي بتجيب لك الاسئله، بتجيب لك الناس بتسال على ايه الاسئله الناس بتسالها في نفس اللي ليها علاقه بنفس كلمه الكلمه اللي انت بتبحث عنها. وليكن مثلا طبعا جوجل مهتم جدا بالاسئله، يعني المقالات اللي عباره عن سؤال وجواب ديت بيفضلها جدا وبيخليها تتصدر اكتر من المقالات الاخرى وبيهتم بيها جدا. طيب انا دلوقتي عشان ادخل بقى الاسئله، انا مش عارف ادخل انهي اسئله، فانا بعمل ايه؟ بدوس مثلا على مكان الكويشن ماب، وبعد كده بكتب الحاجه اللي انا مثلا عاوز اسال عنها مثلا، وابتدي اختار اللغه، وبعد كده ابحث هيجيب لي اسئله. وليكن مثلا انا هبحث مثلا عن تسجيل المدونه في فيد بيرنر مثلا، اهو تسجيل المدونه فيد بيرنر اهو كده، هنعمل ار تي ال، وبعد كده هعمل بحث كده. الاسئله اللي هتطلع لي هبتدي ادخلها داخل المحتوى الخاص بيا، وبكده يبقى انا دخلت في المحتوى السؤال وجواب، ودوت هيفضله جوجل ومحرك بحث جوجل وغيره طبعا، فهو كده جاب لي فكره مثلا كده اهو، جاب لي فكره. دي طريقه الخريطه، ممكن تعمله بالطريقه ديت، يظهر لك بالشكل دوت وجايب لك واحد ريزلت. طبعا هنبحث عن كلمه ثانيه، نبحث عن كلمه مثلا ادوات، هنبحث مثلا عن الباك لينك مثلا، الباك لينك خلاص، وهنعمل بحث كده، هيبتدي يعني يبحث لنا عن اسئله ليها علاقه بالباك لينك. جاب لك اهو اتنين ريزلت، يعني النتيجتين. طبعا عندك بطريقه الخريطه، يعني هتلاقيها بالشكل دوت، ما معنى الباك لينك، كيف اعمل باك لينك الطريقه ديت. عندك عاوز تشوفها بشكل الخريطه، عاوز تشوفها بالشكل دوت تحت بعض كده، وبرده عندك تقدر تعمل لها كوبي من هنا. طبعا ممكن نجرب في كلمه ثانيه مثلا، وليكن هنكتب مثلا التسويق بالعموله للمبتدئين كده، وهنبتدي نعمل بحث كده. بيجيب لك اسئله بقى في الكلمه اللي انت بتبحث عنها ديت، تبتدي تاخدها وتضيفها في المحتوى بتاعك، بتبقى كويسه جدا جدا، وبتسهل لك ان انت تتكلم عن المقال اللي انت عاوز تكتبه بسهوله جدا في صيغه اجابه على السؤال، الاسئله اللي انت واخدها من هنا. تسويق بالعموله هتلاقي فيها افكار اكتر، وبيجمع لك كل حاجه عن الكلمه اللي احنا بنبحث عنها في الكويشنز ماب. بص جاب لك ايه بقى، جاب لك لو بشكل الخريطه، بص هتلاقي الخريطه عامله ازاي كده، تلاقي الخريطه كده اهو، دي الخريطه، ده شكل كده من الاشكال اللي بتظهر لك للكويشن ماب، جايب لك بترتيب كده، بص كده يعني تبتدي تخش عليها. جايب لك هنا مثلا ما هو الفرق بين التسويق بالعموله والتسويق في الانترنت، كيف تربح من التسويق بالعموله، يعني جايب لك تفاصيل حلوه قوي. عندك اهو بالطريقه ديت
كده افكار جميله جدا، وجايب لك الافكار القريبه من بعض يعني في شجره كده تبني بيها المحتوى بتاعك في الكلمه اللي انت شغال بيها او اللي انت بحثت عنها ديت كده اهو، ده بالشكل دوت. طيب انا مش عاوز اشوفها كده، عاوز اشوفها بالشكل دوت تحت بعض، هيبقى جميل برضو اهو، جايبها لك كده برضو. بتعمل كده، بتعمل كوبي مثلا كده اهو، تعمل كوبي كده وبتروح على ملف التكست مثلا وتعمل كده مثلا اهو، وتعمل لها لاصق هنا، يبقى كده اخدت الافكار اللي انت عاوزها. عندك بعد كده اداه الميكرو نيتش فيندر، والاداه ديت هي متاحه باللغه الانجليزيه فقط، وديت للناس، الناس اللي بيستخدموها، الناس الافليت بيستخدموها اكتر، بتشوف اكتر عمليات بحث عن النيتش معين او حاجات معينه في نيتش معين. وليكن مثلا انا اكتب هنا مثلا عن كلمه، نكتب تكنولوجي مثلا او تكنولوجي، ماشي نكتب تكنولوجي، طبعا الكلام بالانجلش تكنولوجي، نعمل يعني بحث عن كلمه تكنولوجي مثلا كده. هو جايب لك اهو الاقسام، مثلا جايب لك اهو انترنت وتكنولوجي مثلا، فانا بدوس عليها كده مثلا، فبيقول لك ان بيجيب لك اهو يعني كويستشن، وات از انترنت تكنولوجي ديفينيشن، وات ار ذا ديفرنت انترنت تكنولوجيز، وات از ذا ليتست انترنت تكنولوجي. جايب لك بقى اسئله في نفس النطاق، والناس بتبحث عن بالاسئله دي، بتسال الاسئله ديت دلوقتي، فانت بتشوف الكلام دوت وتبتدي تبحث عنه. دوست مثلا وليكن على النتوركينج مثلا والتليكومونيكيشن او الوايرلس موبايل تكنولوجي مثلا، ندوس مثلا هنا مثلا وليكن وايرلس دوت، تلاقي اسئله اكتر، دوت فيه كلام اكتر، اسئله تقدر تستخدمها بقى في المحتوى اللي انت يعني ترد على الاسئله ديت علشان في المحتوى بتاعك، علشان الناس لما تيجي تبحث تلاقي المحتوى بتاعك وتوصل له بسهوله جدا. فدوت فكره الماكرو نيتش فيندر، فدوت اداه برده محترمه جدا، بتساعدك في افكار وبتساعدك في خطه المحتوى الخاص بيك. كل دي ادوات ايدياز، افكار بتديك افكار، ودي حاجه مهمه جدا. في ناس بتبقى واقفه بتقول مش عارف ابتدي منين، مش عارف اعمل ايه دلوقتي، انا في دماغي حاجات كتير بس مش عارف ابتدي منين. فديت اداه يعني بترتب لك افكارك وبتظبطها لك وبتجيب لك افكار، لو انت خلاص وقفت خالص بتبتدي تستعيد الكلام معاها بافكار جديده. طيب الاداه اللي بعد كده، الاداه الرابعه هنا في الايدياز تولز، عندك التودايز فريش كيوردز، طبعا دي بقى بتاعه الترندات. ليه علاقه بالترندات؟ بتشوف الكونتري الترند دلوقتي في الكونتري اللي انت بتستهدفها او بتبحث بيها، بتشوف بتتكلم عن ايه. وجوجل طبعا محدد بلاد معينه، اللي هي البلاد اللي احنا موجوده هنا في الاداه، موجوده في جين رانك هنا. فليكن مثلا انا هختار مثلا وليكن اختار ايجيبت كده، هشوف بيتكلم عن ايه دلوقتي. الترند دلوقتي مثلا جايب لك ريال مدريد، الريال، محمد هنيدي، مش عارف ايه، اكتر حاجه الناس بتتكلم عنها دلوقتي والترند على ايه كذا. دعاء يوم عاشوراء، طبعا كل سنه وانتم طيبين، كان من يوم او حاجه زي كده، تمام. فتلاقي الترند كل الناس بتبحث عن دعاء يوم عاشوراء عشان الناس تدعي. مثلا رياض محرز، طارق حامد، الرياضه والكوره، الرجاء، يوفنتوس كوره برضو، كل دوت عليها بحث كتير جدا، محمد هنيدي والافلام والكلام، الكلام الجميل دوت، كل دوت هتلاقي عليه ترند. فانت بتقدر تستخدم الترند بقى وتعرف هو ماشي ازاي دلوقتي، وتبتدي تستهدفه في المحتوى بتاعك علشان الناس اللي بتشتغل على الترند والكلام ده كله تقدر تشتغل عليه. طبعا توديز فريش كيوردز دي مهمه جدا لناس كتير. طبعا عندنا كده عرفنا الاربع ادوات في الايدياز تولز. نرجع تاني نطلع بره ونخش بقى على شرح الكونتنت تولز. والكونتنت تولز ده مهم جدا جدا جدا، لان ده بقى داخل يعني داخل القصه بقى، داخل ورشه العمل الخاصه بيك اللي بتشتغل بيها علشان تطلع احلى شغل من الاداه دي. طيب عندنا في الكونتنت تولز احنا دخلنا عليها، هتلاقي برضو اربع ادوات، منها الكي وورد انلايزر، وعندك الكونتنت اوبتمايزر، وعندك البيج انلايزر، وعندك بعد كده الكم بيرنج بيجز. طيب انا دلوقتي هبتدي حاجه بس مهمه، مش هعرف اشتغل على الادوات الثانيه اللي غير ما ابتدي بالكيورد انالايزر، لازم احلل الكلمه اللي انا هشتغل عليها وبعد كده ابتدي اعمل اللي انا عاوز. طيب انا دلوقتي هتكلم مثلا، هبحث عن، وليكن عاوزين نبحث عن حاجه مثلا كلمه معينه انا هشتغل عليها، وليكن مثلا هكتب عن ايه، هكتب عن مثلا تحويل النص الى فيديو مثلا، هنتكلم عن كده بالذكاء الاصطناعي مثلا او غيره، تحويل النص الى فيديو. انا هبحث على الكلمه دي، بص جايب لك اقتراحات دلوقتي، انا بكتب اهو، جايب لك اقتراحات تقدر تستخدمها زي تحويل نص الى فيديو، تحويل نص الى فيديو بالذكاء الاصطناعي، تحويل نص الى فيديو بس من غير الفيديو، وفي فيديو، وفي مثلا موقع تحويل النص الى فيديو بالذكاء الاصطناعي، وفي مواقع تحويل النص الى فيديو. كل الكلام ده تقدر تستخدمه او تبحث عنه بالشكل دوت. هتدوس على ار تي ال طول ما انت شغال باللغه العربيه. طبعا عندك دي الاقتراحات، هتختار اي منها، انا هخلينا في التحويل النص الى فيديو، تحويل النص الى فيديو بالطريقه دي. طبعا هنا انت هتشوف انت بتستهدف الناس اللي بيدخلوا او
المستخدمين بيدخلوا عن طريق الكمبيوتر اكتر ولا الموبايل اكتر. طبعا خليك على الكمبيوتر، دي يعني مش مهمه قوي، يعني انت لو احصائياتك كتير قوي بالناس بيخشوا من الموبايل فانت ممكن تعمل هنا الموبايل، وطبعا بتفرق وكل حاجه. طيب في ناس بتتكلم بتقول طب انا عاوز اعمل بحث عن الكلمات الخاصه بالسعوديه بس، الكلمات الخاصه بالاردن بس، الكلمات الخاصه بمصر بس، فانا دلوقتي هعملها ازاي؟ طيب انت دلوقتي الاداه موفره لك ان انت تضيف بروكسي من هنا، بتضيف البروكسي دوت. طبعا البروكسي دوت اداه جين رانك ملهاش علاقه بيه، انت بتجيبه من بره، بتضيف بروكسي ليه علاقه بالمنطقه اللي انت فيها وبتضيفه هنا، وبعد ما بتضيفه بتعمل البحث بتاعك عادي، بيجيب لك بعد كده النتائج الخاصه بالمنطقه اللي انت بتبحث عنها والبروكسي فيها او البروكسي معمول للمنطقه دي. طيب هتيجي بعد كده وتبحث. طيب ده بالنسبه للقصه دي، تحويل نص لفيديو، دوسنا على الار تي ال كده، وبعد كده اخترنا اللغه العربيه مثلا. طبعا انت عندك اكتر من لغه، عندك 60 لغه بتدعمها اداه جين رانك، تقدر تشتغل عليها اذا كان عربي انجليزي فرنساوي، في لغات كتير تقدر تشتغل عليها. اخترت اللغه العربيه وبعد كده بندوس على تحليل. بقى من هنا بندوس على تحليل الكلمه، بتجيلنا الكلمه وتحليلها، بياخد وقت بسيط، وبعد كده بيجيب لك تحليل كامل للكلمه دوت باداه الكي وورد انالايزر. اداه دي محترمه جدا جدا، وبتشوف لك المنافسين بتاعك في الكلمه دي اخبارهم ايه، واخدين سكور قد ايه، وايه اللي ضعاف فيه وايه الاقوياء فيه في نفس الكلمه، وتبتدي انت تقارن نفسك بيهم وتبتدي تحاول تعمل افضل من اللي هم عاملينه والكلام ده كله. طيب انا دلوقتي اهو بيبحثتي، انا بحثت عن الكلمه، جابت لي تحليل الكلمه في مصر، هو هتلاقيه بالشكل دوت كده. طيب عندك الكلمه، اول حاجه بيقول لك ان التوبيك كومبيتيشن اللي هو التي سي عندك ايزي، المنافسه في الكلمه دي ايزي 17، واخده سكور 17.7، بيقول لك ايزي تو رانك ويز اوت باك لينك. يعني الايزي دوت في المنافسه انت مش محتاج باك لينك علشان تتصدر نتائج البحث، انت ممكن تشتغل وتظبط المقال بتاعك بالاداه هنا وتوصل نتائج البحث الاولى بدون باك لينك. عندك الستاندر سكور، الستاندر سكور دوت بيقول لك اعلى واحد واخد سكور عن طريق الاداه هنا في النتائج الاولى واخد قد ايه، فانت برضو ده تحطه في الحسبان، يعني ما يشغلكش قوي، ولكن تحطه في الحسبان وانت شغال مش اكتر يعني، ولكن ما تتوقفش عنده. هو واخد 47 مثلا و52%. عندك السيرب سكورز دوت، يعني رسم بياني لاعلى السكور، ويعني العشر مقالات المتصدره في نتائج البحث الاولى جايبها لك بالسكور بتاعها، هنا 56، هنا كذا، هنا كذا، كل دوت بالاسم الدومين بتاعها. عندك كل ده برضه بتحطه في حسبان. عندك بعد كده بتلاقي بقى تفصيل عن الكلمه ديت، جايب لك ان الفوليوم بتاع الكلمه دي 140، البحث عنها 140، عندك يعني السي بي سي النقره بتاعتها زيرو، تمام، جايب لك زيرو، ماشي مفيش مشكله. عندك طبعا انت ممكن تبحث تحويل نص الى فيديو مثلا، الى فيديو بالذكاء الاصطناعي، تحويل نص الى فيديو، نص الى فيديو مش النص تفرق كتير، بتفرق كلمه، تحويل موقع، تحويل نص الى فيديو، مواقع تحويل نص، كل ده، كيفيه تحويل نص الى فيديو، كل ده تقدر تبحث عنه بكل بساطه. طيب انا بحثت مثلا عندي، انا بكمل اهو، يعني يجيب لك سعر النقره هنا بكام، هيجيب لك هنا في مصر طبعا، هنا بقى العالمي جلوبال فوليوم، جايب لك البحث عنه 320 والكلمه يعني منافستها ضعيفه، طيب والنقره بتاعتها زيرو، جايب لك ان الريليتد كيوردز، الريليتد كيوردز الكلمات المتعلقه بالكلمه اللي انت بحثت عنها دي مهمه جدا، علشان بتبتدي تستخدمها داخل المحتوى بتاعك، علشان برضو مهمه وليها يعني بحث والكلام ده كله. طبعا انت بيظهر لك هنا النتائج ديت، الكلمات المتعلقه بالكلمه اللي انت تبحث عنها، وليكن تحويل النص الى فيديو، مواقع كذا، موقع تحويل الفيديو الى نص، مكتوب للاندرويد، تحويل الفيديو الى نص، بيجيب لك الاكتيفيتي بتاعه، وبيجيب لك الفوليوم بتاعه، هنا 140، هنا 10، هنا 70، السي بي سي النقره بكام، والكلام ده كله. طيب انا دلوقتي عاوز اجيب كل الكلام، عاوز اجيب كل الكلمات، هجيب ادوس على هنا مثلا، هنا يجيب لي بقى كل الكلام، ممكن يجيب لك كلمات كتير ليها علاقه بالموضوع دوت، فانا هاجي هنا كده، طبعا الكلمه هنا يعني ضعيفه جدا جدا، طيب مفيش مشكله، انا عندي بيجيب لك بعد كده، طبعا انت تقدر تيجي من هنا وتيجي تخش على اللي بعدها، لو في كلام تاني هتخش على اللي بعدها ويجيب لك اللي بعدها وكده، هنا طبعا بتفتحها لما بيكون في كلام كتير تحت مثلا، بتفتحه مره واحده كله مع بعضه، عاوز بقى بعد كده عاوز تاخد الكلام ده وتحطه برده في المحتوى بتاعك برده مفيش مشكله. عندك بعد كده بتلاقي بقى الاوبتمايز تايتل، من هنا عندك تقدر تستخدم الكلمات ديت، الكلمات الموجوده دي في التايتل، في عنوان المقال اللي انت تكتبه. عندك الكلمات المكونه من وان ووردز، كلمه واحده، والمكونه من كلمتين بالطريقه دي، والمكونه من ثلاثه واربعه وخمسه وسته لغايه سته، جمله كامله عباره عن كلمه مفتاحيه تقدر تستخدمها في المحتوى او في
عنوان الكول بتاعك. عندك بعد كده الديسكريبشن برضو الكلمات نفس القصة بواحد واثنين كلمة وثلاث كلمات واربع كلمات لغاية ست كلمات، جايب لك كل التفاصيل اللي انت تقدر تضيف الكلمات بتاعتها في الديسكريبشن في وصف المقال. طبعا العنوان هنا اهو، جايب لك جنبها الفريكوانسي يعني القوة بتاعت الكلمة، وانت نازل بتقل القوة بتاعت الكلمة، يعني انت اعلى حاجة الكلمة دي وبعد كده الكلمة دي وبعد كده تبتدي تنزل تقل كده تقعد تنزل. فانت بتجيب تستخدم افضل اول اختيارات، اول 10 اختيارات بتبقى افضل حاجة، وتقدر تستخدم برضو من اللي تحت برضو. نفس الحكاية في الديسكريبشن بنفس القصة، القوة للكلمات من اعلى الى اسفل. عندك بعد كده كل ده تقدر تضيفه في الوصف، تقدر تضيفه كل ده في الوصف والعنوان كلمات ديت. طيب عندك بعد كده بندخل بقى على الجوجل سيرب اناليزز. الجوجل سيرب اناليزز ده بيجيب لك بقى تحليل للعشر مقالات المتصدره في الاول عن طريق والمحلله عن طريق الاداه. هنا الاداه محلله لك اول 10 نتائج بحث يعني كلمه ديت، فجايب لك بقى ايه، جايب لك كل مقاله وقدامها السكور بتاعها، هنا السكور، بعد كده عدد الكلمات الووردز ايه، مثلا هنا المقاله دي 1733 كلمه، اليونيك ديت اللي هي 668. بيقول لك يا سيدي في كل مقاله في مثلا كلمات، فاليونيك ديت اللي هي الكلمات الفريده، الكلمات الفريده اللي هي مش متكرره، يعني انت مثلا بتكتب مثلا تحويل النص الى فيديو، حيث ان تحويل النص الى فيديو يحتاج الى كذا، وتحويل النص انت عدتها تاني اهو في الكلام، وتحويل النص الى فيديو يحتاج الى كذا وتعيدها تاني. لما بتكتب كلمه الفيديو، كلمه الفيديو تتكرر اكتر من مره بيعتبرها ان هي كلمه واحده، يعني انت كررت كلمه فيديو اكتر من مره مثلا 20 مره هو بيعتبر ان فيديو دي كلمه واحده، بيعدها عده واحده يعني. طيب انت بقى في الكلمات اللي مش متكرره كتير زي الفكره ديت، هي هنا 668 اللي هي اليونيك، اليونيك اللي هي الفريده. جايب لك بقى الدومين ايج او يعني عمر الدومين اللي كاتب المقاله ديت او اللي داخله المقاله ديت مثلا كذا، عندك الفوكس كذا واليو ار ال كذا والتايتل والديسكريبشن. طيب هنا اليو ار ال والتايتل والديسكريبشن، لو انت كتبت الكلمه المفتاحيه داخل اليو ار ال والتايتل والديسكريبشن انت كده عملت وحققت يعني سكور بالسيو في الاداه وزي ما جوجل عاوز. فانت هنا بيقول لك يعني هو مش ضايف، هو كده مش عامل سكور، جايب لك كل مقاله لوحدها، يعني دي واخده مثلا سكور توتال اجمالي 38، دي 48، 38، 29، 42، كل دي سكور. هنا اعلى تقريبا اعلى مقال واخده 56 سكور، 56 برضو مش احسن حاجه فيه، يعني انت المفروض ان انت بتجيب سكور من 55 لغايه 74 ده حسب ما الاداه بتقول، فانت بتكون كده كويس تقدر تصدر نتائج البحث. فدي اللي تقدر تشوفها بقى وتشوف المقالات المتصدره، تشوف هي ايه المشكله اللي فيها وايه نقاط الضعف اللي فيها وايه اللي عاملاه وايه اللي مش عاملاه، وتبتدي تحاول تقوي المقاله بتاعتك اكتر من المقالات ديت. عندك جنب كل مقاله عندك في حاجات كده، مثلا نيجي عند اول مقاله كده هتلاقي هنا بيقول لك كوبي لينك دوت، ان انا باخد كوبي من اللينك بتاع المقاله ديت، عاوز الفيتش، فيتش لينك ديت انا بكده بسحبها الى اداه الكونتنت اوبتمايزر. طبعا دي لسه مش هنعملها دلوقتي، احنا مش محتاجين نعمل ده عشان احلل يعني المقاله دي داخل اداه الكونتنت اوبتمايزر، انا مش محتاج دوت، احنا هنخش على كونتنت اوبتمايزر ونعمل المقاله بايدينا احنا. عندك بعد كده ديت لما عاوز تخش على المقاله دي على طول يوديك ليها على طول بتحويل من هنا، فبتدوس هنا وبيدخلك على المقاله بكل بساطه داخل الموقع اللي انت يعني عاوز تشوف المقاله فيه. دي حاجه، ده بالنسبه للكيورد انالايزر، ده بالنسبه لتحليل الكلمه. طبعا احنا لازم نحلل الكلمه علشان نقدر نظهرها في الكونتنت اوبتمايزر، ده مهم جدا، لازم نحلل الكلمه. طبعا احنا عارفين ان احنا بنحلل الكلمه حسب البلد وحسب اللغه والكلام ده كله، حسب اللغه والبلد. انا اخترت هنا البلد، اخترت هنا البلد اللي انا بستهدفها، وبعد كده اخترت اللغه، انا شغال على مصر وشغال باللغه العربيه فعملت كده وبعد كده عملت تحليل. طيب هندخل بقى على الاداه اللي بعد كده، احنا هنسيب كونتنت اوبتمايزر للاخر، هنيجي عند البيج انالايزر. من هنا البيج انالايزر ديت انا بحلل بيها صفحه معينه، بس بحلل بيها صفحه معينه داخل مثلا الموقع بتاعي، وليكن مثلا انا هاجي على المدونه بتاعتي كده وادخل مثلا على المقاله مثلا ديت، وليكن مثلا المقاله ديت، المقاله دي كده، دي مقاله كنا اتكلمنا فيها عن اداه جين رانك، كنا بنشرح فيها اداه جين رانك تفصيليا، يعني المقاله دي انا شارح فيها الاداه
تفصيليا اداة جير رانك، فانا هاجي مثلا اخد رابط الاداة من هنا او رابط المقال من هنا، وهاجي على البيج انالايزر وهنضيف في اللينك هنا، هضيف كده هضيف رابط المقالة وهعمل انالايز كده تحليل. بصوا بقى بيحلل ازاي، جايب لك تفاصيل مهمة جدا. طيب هي دي مش احسن حاجة ليه بقى؟ بيقول لك اول حاجة تحليل ان الكود تو تكست راتيو، بيقول لك نسبة الكود الى النص، يعني نسبة الكود الى النص 7.3%، 7.3%. عندك بعد كده بيقول لك ان النص لوحده 35 كيلو بايت التكست، يعني عندك الكود عندك 490 كيلو بايت. ما عندك بعد كده بيقول لك البيج سايز يعني 526، وده كتير جدا وده كده عاوز يتظبط. ليه؟ لاني حاول على قد ما تقدر تكون البيج سايز اقل من 300، ما يبقاش اعلى من 300. طبعا عندك النسبة هنا الكود تو تكست، طبعا دي نسبة صغيرة، طبعا لازم تكون النسبة على الاقل اكتر من 25% وانت طالع، يعني كمان 50% ما تبقاش اقل، لكن 7% ده قليل جدا. وكده انت معناها ان انت داخل المقال ده او الصفحة ديت في اكواد كتيرة جدا بالنسبة للنص، يعني حاول على قد ما تقدر ما يبقاش في اكواد ملهاش لازمة انت بتستخدمها داخل الصفحة بتاعتك، لان الاكواد ديت او الاكواد الفاسدة او يعني حاول ما يكونش في اكواد كتيرة ملهاش اي فايدة في الصفحة بتاعتك. حاول تقلل من الاكواد على قد ما تقدر، بالذات النص المخفي، واي اكواد مش مستخدمة ملهاش لازمة شيلها افضل، والاكواد الفاسدة برضو حاول تصلحها. كل دوت بيأثر على تجربة المستخدم، يعني انت لما دوت لو الكود الى النص النسبة بتاعته بالطريقة ديت، فانت كده دي بتأثر على تجربة المستخدم وبتكون بقى تجربة سيئة، ودوت بيأثر على بقاء المستخدم داخل الصفحة، ودوت بيؤدي برضو الى ان جوجل بيعتبر ان الصفحة ديت سيئة او مش مهمة، فيبتدي ينزلها ما يخلاش في النتائج الاولى، وده بيؤدي بالنتيجة سيئة في تصدر نتائج البحث. فشوف القصة كلها ان انت بتأثر على تجربة المستخدم، فبالتالي بتأثر على تصدر نتائج البحث بطريقة غير مباشرة. طيب انا لازم اخلي بالي من الحاجات دي. طبعا هو محلل لي، جايب لي النص وجايب لي تفصيل ان اخر تحديث كلام ده كله انا محدث بكذا، والكلام اللي انا كاتبه، ومن هنا جايب لي التفاصيل بقى كل حاجة داخل المقال، الكلمات والكلام ده كله، جايب لك من تحت هنا جايب لك الارتيكل 4000 كلمة، 4661 كلمة. عندك ان متاح فيه H2 والH3 والH4 والH5، يعني لغاية H4 اهو موجود. طبعا حاول ما تزودش اكتر من كده، يعني حاول تخلي دايما H2 H3 H4 و3 كمان بس كفاية. طبعا ده متاح. جايب لك بقى الانترنال، الروابط الداخلية والخارجية اللي داخل الصفحة وكده، زي ما انت شايف كده دي الروابط الخارجية. عندك بعد كده جايب لك طبعا الصورة، عندك صور الخاصة بالمقال، عندك اول حاجة بتلاقي الميتا تاج هنا، جايب لك الميتا تاج ديسكريبشن للمدونة، بالك اهو جايب لك كمان تفاصيل زي ما انت شايف كده، ده العنوان اهو، اليو ار ال اللغة بتاعتها، جايب لك تفاصيل كل حاجة، ديسكريبشن صفحة او المدونة. عندك الجيسون سيو جايب لك برضه تفاصيل، عند ديسكريبشن الوصف بتاع المقاله نفسها هي اداه لتحليل كذا كذا كذا، ويبتدي يجيب لك تفاصيل، الهيد لاين العنوان، الكيوردز الموجوده دي الاقسام رئيسيه بلوجر تطوير ويب. عندك يعني جايب لك تفاصيل الجيسون سيو. عندك بعد كده الجاليري اللي هي الصور اللي موجوده والفيديوهات اللي داخل المقاله، جايب لك اهو الصوره مثلا ديت والصوره ديت، اهي الصور كلها جايبها لك، الصور كلها كده الشكل دوت كده، كل دي الصور الخاصه صابي المقال جايبها لك كلها كده. انت عرفت كل حاجة عن تحليل الصفحة دي عن طريق البيج انالايزر، بتعرف كل تفاصيلها، النص والاكواد وكل حاجة عنها، الاتش 2 والاتش 3 المتاحة في المقال، والاتش 4 واذا وجد اتش 5 ولا 6. عندك بعد كده هندخل بقى على الاداة الكومبيرنج بيج ديت، لو انا عاوز اقارن صفحة بصفحة تانية، يعني مثلا انا عاوز انا اقارن نفسي بمنافس في صفحة معينة او مقالة معينة، يعني هو بيتكلم مثلا عن مقالة في تحويل النص الى فيديو مثلا، وانا بتكلم عن مقالة عن تحويل النص الى فيديو، يعني لما اجي اقارن بحاجة متشابهة، ما اقارنش مثلا واحد مثلا عامل كيفية عمل البيتزا مع كيفية انشاء مدونة، فدي مش مناسبة طبعا. لا، انا عاوز حاجة اقارن حد بيعمل نفس المحتوى بتاعي وبمقالة كمان ليها علاقة بالموضوع بتاعي، يعني مثلا انا عندي هنا في مقالتين بيتكلموا في حاجات
قريبة من بعض اللي هو سيو اليوتيوب. انا هاخد رابط المقالة ديت مثلا كده واضيفها في الاول وبعد كده هدوس انتر وانزل تحت واخد المقالة التانية دي برضو ليها علاقة بالسيو سيو اليوتيوب. هدوس على هنا واعمل مقارنة بين الاتنين وبعض، هدوس على انالايز كده انا عملت مقالتين داخل، يعني انا هعتبر ان انا جايب رابط مقالة من المنافس وبعمل لها تحليل مع المقالة بتاعتي، ولكن انا جايب اتنين مقالتين من داخل المدونة بتاعتي والكلام ده كله. هدوس على انالايز كده هيجيب لك بقى تحليل للاتنين مع بعض. ادي هنا البيج سايز لديت 359 320، هنا الكود كذا، هنا الكود كذا، هنا التكست كذا، النص كذا، يعني النص هنا كذا، عندك الكود تو تكست كذا، جايب لك هنا الراتيو النسبة، عندك التايتلز العناوين ايه، الديسكريبشنز ايه، جايب لك التفاصيل بتاعتها، جايب لك الهيدنج ايه لكل واحدة سايت اهو، عاوز الكويستشنز الاسئلة، جايب لك الاسئلة، بيجيب لك التفاصيل لو في اسئلة، اللينكس جايب لك اللينكس، هنا بيقول لك الانترنال 36 وهنا 35، الانترنال اهو، الاكسترنال 23 هنا 27، الكود العدد 60 هنا 63، جايب لك تفاصيل لكل واحدة لوحدها وجايب لك اللينكس الخاصة بيهم اهو. فانت كده عملت كومبيرنج مقارنة بين كل واحدة والتانية، يعني انا بيجيب لك اللون الازرق دوت لي يعني الروابط الداخلية، هنا الاكسترنال بالطريقة ديت، هنا الكاون بالشكل دوت، جايب لك مقارنة بين الصفحتين بالشكل اللي انت شايفه دوت. انت عندك تقدر تضيف لغاية 5 صفحات تقدر تقارنها مع بعض في الاداة ديت. انا دلوقتي هدخل بقى على اداة الكونتنت اوبتمايزر. اداة الكونتنت اوبتمايزر انا بدخل على الاداة من هنا. طبعا انا عاوزك لما تيجي تضيف مشروع جديد تشتغل عليه بتدوس على نيو بروجكت، بعد كده بتضيف جواه مثلا حاجه اللي انت شغال عليها، وليكن مثلا انا عامل التيست دوت، انا ضفت مثلا التيست، دوست على نيو بروجكت كده وسميته اي حاجه، يعني مثلا اهو هرجع تاني اللي ادوس على كونتنت اوبتمايزر، ادوس على نيو بروجكت، بسمي اسم معين البروجكت معين، اخليه بابليك ولا فول اكسس ولا كاستم، يعني حسب، عشان انا لو ضايف كتاب ولا حاجه مش عاوزهم يشوفوا اللي انا بكتبه مثلا. فانا مثلا خلاص دوست على نيو بروجكت وعملت البروجكت، هلاقي البروجكتات هنا، المشاريع هنا، هلاقي موجود بالطريقه ديت. فانا هدخل مثلا وليكن على المشروع دوت، بلاقي المشروع بيظل كده وبكتب بيبقى موجود هنا نيو ارتكل، عاوز اضيف ارتكل جديد، فبدوس على نيو ارتكل كده من هنا وابتدي اكتب اسم الحاجه. طب انا هخش على اتعلم تقنيه هنا كده، هدوس هنا على نيو ارتكل وهكتب مثلا هنا العنوان وليكن تحويل النص الى فيديو. هنا اليو ار ال بيج ارتكل دوت اختياري انت، ده رابط المقاله اللي انت هتكتبها لسه، فاحنا لسه ما كتبناهاش، يعني ده اختياري. عندك التارجت كيورد، طبعا هنا مش هيظهرها لك لو انت ما بحثتش عنها في اداه الكيورد انالايز. فانا هاجي هنا واكتب مثلا، ما اخدهاش كوبي بيست، لا اكتبها كلمه كلمه او حرف حرف، تحويل النص الى فيديو. بص ظهرها لي ازاي، ظهر لي الكلمه باللغه بتاعتها والقوه بتاعتها في المنافسه والكلام ده كله. فانا بدوس عليها كده مثلا، خلاص دوس اعمل كرييت بقى، ادوس على كلمه كرييت عشان انشئ المشروع بتاع المقاله ديت. خلاص ظهرت لي هنا اهو، ادوس كده، انا كده دخلت ده داخل أداة الكونتنت اوبتمايزر، والأداة دي رهيبة رهيبة رهيبة. هتلاقي الكلمة من تحت هنا، الكلمة اللي أنا بستهدفها وشغال عليها، عندنا طبعًا هنا من فوق هتلاقي أدوات إن أنا أقدر أرجع في الكلمة اللي أنا بكتبها أو أقدم خطوة، هنا البولد عشان أتخن الكلام أو تقل الكلام، هنا عشان أخلي الكلام مائل، هنا لو عاوزك تخلي الكلام تحتيه خط، والكلام ده كله، كل ده اتش والاتش 1 و2 و3 والكلام ده كله، هنا كل ده ليه علاقة التنسيقات، هنا لو عاوز امسح، هنا الفونت سايز يعني عاوز اخلي حجم الخط اكبر او اصغر، كل ده عندك هنا. بيقول لك لو انت عاوز تعمل كوبي ويز اوت فورماتنج، هنا كوبي ويز فورماتنج، عندك كوبي ويز اوت فورماتنج يعني بالاكواد او من غير الاكواد، هنا كوبي تكست فورماتنج، يعني عاوز تعمل كوبي باي شكل من الاشكال الموجوده ديت، عاوز تعمل كلير للفورمات تنسيق، كل ده موجود بالطريقه ديت من هنا اهو. نعمل كده اللغه العربيه تمام اهو، بيقول لك نسخ بدون تنسيق، نسخ مع التنسيق، نسخ بدون تنسيق الكود، نسخ مع التنسيق للكود، نسخ تنسيق النص، التنسيق واضح. ما نرجع تاني، طيب هنا الاداه ديت انت ممكن تيجي من عند الضبط هنا، هتدوس عليها كده هيجيب لك ان انت ممكن تشتغل بالدارك مود، يعني ممكن تكتب هنا في الدارك مود او تخليها كلها دارك مود، والكلام الجزئيه اللي انت بتكتب فيها دي تخليها لايت، تخليها بيضه. عندك التاج
تاجز فيو يعني اظهر التاجز، والرايتنج اسيستنت هنا تخليها. طبعا انت وانت بتكتب هنا حاول دايما تخلي عينك هنا على الرايتنج مود، تخليها فعاله علشان اي حاجه تكتبها تتحفظ. لو انت عملت كده اي حاجه بتكتبها ورجعت ولا طلعت منها مش هتتحفظ وهتروح عليك، وممكن يضيع عليك تعب كامل بسبب ان انت ما علمتش على الرايتنج مود. انا دلوقتي الاداه ديت، في ناس بتقول لك ان انا اقعد بقى اكرر الكلمه المفتاحيه بتاعه تحويل النص الى فيديو مثلا، اكررها عشان ان انا اوصل لسكور كويس. السكور بيكون هنا الكونتنت سكور اللي انا عاوز اوصل بيه، واللي هم في اداه الجين رانك بيقول لك حاول تخلي السكور بتاع المقال بتاعك من 55 ل 74، ده بيبقى افضل سكور. يعني عندك من هنا بيقول لك الكويك جايد كده بيقول لك يعني ان احلى حاجه افضل حاجه اللي هي ال 74 من 100 كونتنت سكور بيبقى جيد جدا. طيب ده بالنسبه للجزئيه دي. طيب اعمل هايت كده. طيب هنيجي بعد كده نفهم بقى الكلام اللي هنا ايه. انا بخلي بالي دايما على طبعا هنا الاوبتمايز وهنا التوبكس وهنا الاستاتكس وهنا الاوبتمايز. الاوبتمايز بنشتغل عليها اول حاجه هنا الكراون، هنا اول حاجه الكراونز دي هي اكتر حاجه تخلي بالك منها. الكراونز هنا بيجيب لك اول كلمات ديت بيجيب لك ان انت تشتغل عليها ازاي. يعني انت لازم تخلي الكلمه ديت مثلا يعني تحول نص لفيديو بيقول لك اولا تخلي الكلمه دي مثلا اهو ادي كراونز نوت فاوند، الكلمات النوت فاوند طبعا لسه ما كتبناش كذا، واللو كذا، والجود كذا بعد ما نكتب هتظهر لنا. النوت فاوند دي الكلمات اللي مش موجوده اللي هي في النص، كلمه النص وكلمه تحويل وكلمه فيديو الاصطناعي وموقع. يعني مثلا انا هكتب مثلا تحويل النص الى فيديو. بصوا كلمه تحويل انا هطلع كده، انا هشيل كلمه فيديو، السكور كان 5 بقى 3، هشيل النص هشيل الكلمه كلها هتلاقي السكور كذا. انا هكتب مثلا كلمه تحويل بس، كلمه تحويل واعمل كده مسافه لسه، كلمه النص دي انا لما اضيفها هيزود لي السكور، فانا دي اضيف كلمه النص. بصوا ضاف لي سكور 1 الى فيديو، الى كلمه الى دي ضافت لي النص الى دي لوحدها ضافت لي رقمين زياده، كلمه فيديو خليتها 5 كلمه تحويل نص الى فيديو. هل انا اخد بقى الكلام دوت واكرره عشان اخد سكور كتير؟ هو اصلا لما انا كتبت تحويل نص لفيديو شالها لي من نوت فاوند، يعني شال لي الكلام ده من نوت فاوند، بقت موجوده خلاص، بقت حاجات موجوده. هنا قليله ممكن تبقى في القليله بقى، يعني هتحاول تكتب منها تاني علشان تزود، هو عاوز نسبه معينه علشان توصل لنسبه معينه. هل انا بقى اخد مثلا الكلام دوت واكرره؟ تمام، يعني في ناس بتقول لك كرر الكلمه، اعمل كده تكرار. بص التكرار ما زودش في السكور خالص، يعني انا عمال اكرر الكلمه، لو هي ماشيه بالتكرار مثلا فهي ما كانت زادت مثلا كان السكور زاد. لا، هو عاوز حاجه مفهومه، هو عاوز سياق. انا دلوقتي بشرح حاجه لمستخدمين عاوزين بيبحثوا عن المحتوى ده او عن الكلمه ديت عاوزين يفهموا. فانت لما بتكتب كلمات مكرره انت ما فهمتهمش بحاجه، فالاداه هنا شايفه ان الكلمات المكرره مش هي الصح. هي الاداه بتقول لك كرر الكلمات ولكن ما تبقى في السياق، يعني لو الكلمه ملهاش سياق ما تكررهاش. يعني انت بتضيف الكلمه ديت وتقول تحويل النص الى فيديو، كيف تحول النص الى فيديو؟ سوف نعلمكم في هذا المقال مثلا تحويل النص الى فيديو. يعني مثلا اكتب كده سوف نتعلم في هذا المقال تحويل النص الى فيديو عن طريق ادوات الذكاء. بص النسبه بتزيد ازاي، الاصطناعي بقت النسبه 7. كل ما اكتب سياق، كل ما اكتب كلام مفهوم السكور هيزيد. اقعد اشتغل بقى عليها لغايه اما السكور يزيد خالص. طيب يعني عندك هنا من تحت جايب لك الكيورد، يعني المتوسط اللي انت عاوز توصل له لازم توصل له 1189، يعني حاول توصل ل 1189 في اعلى، اقل من كده يبقى انت ماشي في الاتجاه الخطا. انا عاوز مثلا هنا التاجز دي مش مهمه، أو مهمه وكل حاجه ولكن مش باهميه الكراونز. طبعا الكراونز اهم، انا بشتغل على الكراونز اكتر. هنا التاجز ممكن ما يعني مركزش فيها قوي. هنا الكيورد تراكنج، الكيورد تراكنج ديت لو انا وانا شغال في المقاله ديت عاوز اخلي الاداه تركز معايا على كلمه مفتاحيه ثانيه، فاكتبها هنا وادوس اد اضيفها. ويعني مثلا تحويل النص الى فيديو بالذكاء الاصطناعي، دي كلمه اضيفها مثلا، اضيفها كده، ضفت الكلمه كده علشان برضو يبقى الاداء عينها على الكلمه الزياده دي. عاوز اضيف كلمه ثانيه برضو نفس القصه. عندك بعد كده هنا بتلاقي الكويستشنز، دي الاسئله واللي بيضيفها لك والكلام ده كله، ودي بتبقى في المحتوى الاجنبي اكتر. يعني ادوس كده بيقول لك كويستشنز ار امبتي، يعني مفيش. عندك هنا دي بقى
الكاتيجوري. لو هنا بعد ما كتبت المقال بتاعك جاب لك الكاتيجوري المحتوى او النيتش اللي انت بتكتب فيه او المجال اللي بتكتب فيه المقال، فهو يبقى كده الذكاء الاصطناعي قرا المقال بتاعتك بطريقه جيده. تمام. عندك بعد كده الرانكينج بريدكتور، دي برضو مهمه جدا. عندك بعد كده الكونسبت. طب انا هدخل على مقاله مكتوبه بالفعل في الاداه ديت علشان نعرف احنا بنتكلم عن ايه. وليكن مثلا في مثلا مقاله اهي، مقاله جميله كنا كاتبينها ووصلنا فيها ل 74 اللي هي السكور اللي بترشحه الاداه. طيب انا كاتب اهو الكلام، يعني الكلام اهو جايب لك كلمه مثلا دوت افضل 7 برامج مثلا لتصوير شاشه الكمبيوتر فيديو صوت. الكلمه اللي انا بستهدفها برامج تصوير شاشه الكمبيوتر فيديو صوت. في الكراون هنا بيقول لك اهو، بيقول لك كلمه برنامج متكرره 24 وهي المفروض توصل ل 45. مش شرط تكتب ال 45، ادام كلمه برنامج كتبتها في سياق اكتبها، مش هتلاقي سياق ليها يتفهم، ما تكررهاش وخلاص. كلمه فيديو نفس القصه، انت واصل للكلام ده كله عن طريق الكراونز، بتركز على الكراونز. اول 10 كلمات بتبقى اهم 10 كلمات الاولانيه هو اللي تشتغل عليها اكتر، اشتغل على اللي بعديها برضه، ولكن اول 10 كلمات. عندك هنا بيقول لك نوت فاوند، يعني الكلمات اللي مش موجوده اللي انت تشتغل عليها، مثلا ريكوردر مثلا كذا كذا. الكلمات القليله في المحتوى كلمه برنامج مثلا عاوزه توصل ل 45 مثلا، ولكن برضه مش لازم تكررها ادام ما فيش سياق ليها. عندك الجود اللي انت الكلمات بقى اللي انت استهدفتها بنسبه 100%، كلمه البرامج، البرنامج عاليه، ويندوز، كاميرا، كل ده. عندك الاوفر يوز دي بقى تقدر تشتغل عليها برضه عشان تحسن من السكور بتاع المقال في الاداه. مثلا كلمه الفيديو المفروض تتذكر 6 مرات، انت ذاكرها 11، فانت ممكن تقلل كلمه الفيديو برضه بحيث ان هو يكون في سياق جيد، لان ادوات الذكاء الاصطناعي شايفه ان اداه انك ذاكرها مثلا اكتر من المسموح، فانت كده بتنط في المقال وبتزود كلام حشو مش اكتر، فده مش صح خالص. فهنا في الاوفر يوز دي مهمه جدا، بتقعد تخلي بالك، عاوز تخلي بالك من الكلام كلمه الفيديو دي متكرره فين، بتدوس على العلامه دي كده بيجيب لك كلمه الفيديو موجوده فين داخل الاداه اهو، وتقدر تشتغل عليها وتزيلها، تعلم عليها كده وتزيلها والكلام ده كله. يعني اهو هنا مثلا بيقول لك كلمه الفيديو المفروض ان هي تتذكر 6 مرات، انت ذاكرها 11. لو انا مثلا ظللت على دي مثلا، عملت كده مسحتها، بص بقت 10، يعني بقت خلاص بقت معموله 10. شلت مثلا كلمه الفيديو مثلا ديت كده كده بقت 9، بقت 9 مش 10، كل شويه بتقلل والكلام ده كله اهو. السكور بتاعك بيتغير برده نفس القصه. طبعا عندك هنا قلنا الكيورد تاجز برده بتشتغل عليها، اللي هي شاشه الكمبيوتر وبرنامج تصوير والكلام ده كله، كل ده بتشتغل عليه عادي مفيش مشكله، كلمات مهمه وكل حاجه جايبه لك يعني كل تفاصيلها اهو، 33 مره مذكوره 7 مرات والكلام ده كله برده بتشتغل عليها. عندك النوت فاوند فيها وبرنامج تسجيل شاشه الكمبيوتر، دي نوت فاوند، برنامج تسجيل شاشه الكمبيوتر، برنامج كذا كذا ماشي، صوت وصوره. اللو القليله شاشه الكمبيوتر، الجود اللي مذكوره كويس، برنامج تسجيل فيديو وكذا وكذا. الكلمات اللي هي تحت بعض ال10 كلمات الاولى دي مذكوره كويس. الاوفر يوز دي مفيش الحمد لله، فده بالنسبه للتاجز. عندك بالنسبه للكيورد تراكنج بالطريقه ديت، انت بتقدر تضيف كلمه بتستهدفها هنا وتخلي عينك عليها، الاداه يعني مركزه عليها برده داخل كتابه في الكونتنت اوبتمايزر علشان تديك سكور جيد. عندك بعد كده الكويشنز، بيجيب لك اسئله، بيجيب لك اسئله هنا في حاله الانجليزي بيجيبها لك اكتر. تمام. هنا الكاتيجوري اهو، بص ارى لك ان المقاله دي بص 98%، يعني انت كده ماشي في الاتجاه الصحيح، السكور عالي جدا 98. جايب لك ان المقاله دي في التكنولوجي والكمبيوتنج في النيتش دوت او الماكرو نيتش دوت، يعني فجايبه لك التفصيل، ادام قريتها صح، مش كاتبه لك مثلا المقال في نيتش مش النيتش بتاعها، فكده انت ماشي في الاتجاه الصحيح. لو كتبت لك مثلا ان هي فود ودرينكينج والكلام ده كله، فانت كده ماشي في الاتجاه الغلط. عندك بعد كده الاخر حاجه اللي هي مش اخر حاجه، اللي هي الرانكينج بريدكتور، ده برده جايب لك برده التشانس تو رانك، جايب لك يعني فرصتك في التصدر بتبقى 61 لو الناس بحثت عن كلمه افضل برامج، 48 مش عارف ايه الكلام ده كله حسب الكلمه. عندك بعد كده الكونسبت، ودي يعني لسه ما لهاش استخدامات كتير دلوقتي، الكونسبت ار ام بيتي مثلا ماشي مفيش مشكله. انا عندي المقال دوت بيقول لك ان دوت عباره عن تحليل بقى للمقال، بقى جايب لك ان دوت 6162 حرف، وهو عباره عن 1608 كلمه، والكلمه بتاعتها ديت، وجايب لك الاداه ديت. طبعا اداه المايك ديت انت لو بتكتب المقال بتدوس عليها وتكتب، بدل ما تقعد تكتب بقى انت بتكتب بتسجل بصوتك، تقول والله الكلام ويبتدي هو يكتب لك هنا ويسهل لك الكتابه بكل بساطه. طبعا لما بتعمل المقال هنا في اداه الكونتنت اوبتمايزر، انت بتاخد يعني تحليل قوي جدا، وتبتدي تتاكد ان انت باذن الله هتتصدر نتائج البحث، لان التحليل دوت بناء
بناء على النتائج الاولى في البحث للمقالات الثانيه. يا رب نكون وفينا الشرح النهارده. الشرح كان طويل شويه، ولكن الاداه ديت لازم نوفيها حقها. الاداه ديت لما تستخدمها بالطريقه اللي احنا اتفقنا عليها دي هتوصل لافضل محتوى يتصدر نتائج البحث، ومقالاتك تكون في النتائج الاولى، وطبعا دوت هيزيد من ربحك في التدوين. وطبعا ده كان شرحنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب ما اكونش طولت عليكم، وشكرا ليكم. ما تنساش تشترك في القناه وفعل زر الجرس، دوس لايك لو عجبك الفيديو. شكرا ليكم ومع السلامه.